جديد الأسلحة في المعركة بين أوكرانيا وروسيا سلاح التجنيس، فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بتسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية وفق إجراءات مبسطة لسكان مقاطعتي زاباروجيا وخرسون الأوكرانيتين اللتين سيطرت عليهما القوات الروسية منذ المراحل الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا. وكان سبق هذا الإجراء الروسي إعلان عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لزاباروجيا فلاديمير روغوف أن لا مستقبل للمنطقة سوى مستقبل واحد، وهو أن تصبح جزءاً من روسيا. كيف نددت بالمقابل الخطوات الروسية ورأت أنها انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية وتنتهك القانون الدولي؟ ما الهدف من هذا القرار الروسي؟ هل يسهم في الضغط أكثر على أوكرانيا أم يؤشر إلى الحلول المتوقعة للأزمة الأوكرانية؟ وهل يقتصر رد كييف على الموقف؟ ضيفنا من موسكو الليلة الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، ومن كييف الأستاذ المساعد في جامعة كييف الدكتور نيكولا باستون. أهلا بكما معنا الليلة إلى هذا الحوار. سيد يفغيني، نتحدث الليلة عن التجنيس. البعض يرى أنه سلاح جديد يضاف إلى الأسلحة المتعددة التي استخدمتها روسيا في هذه المعركة العسكرية في أوكرانيا. ما فائدة الإعلان عن هذا القرار اليوم من قبل الرئيس بوتين؟ ما أبعاد الخطوة الآن؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم، أهلا. يعني هذا القرار كان من المتوقع أن يتم اتخاذه منذ زمن يعني طويل نسبيا، لأن يعني هذا القرار برأي موسكو طبعا يندرج في سياق العملية العسكرية الخاصة كما تسميها روسيا والتي تستمر في أوكرانيا. هذا من جهة طبعا. من جهة أخرى لا شك أنه يجب أن يكون تتمة لهذا القرار أو استمرارا لهذا القرار ربما إجراء استفتاء في هذه المنطقة التي يشكل الروس نسبة لا يستهان بها من سكانها، مثل ما حدث ذلك في القرم عام 2014. يعني بالرغم من أن وسائل إعلام عديدة ولا سيما غربية قالت أن نتائج هذا الاستفتاء لم تعكس الحقيقة، إلا أن حتى يعني المراقبين الحياديين والمستقلين يعترفون بأن معظم سكان شبه جزيرة القرم كانوا قد أيدوا بالفعل الانضمام إلى روسيا الاتحادية لعدد من الأسباب لا وقت الآن لذكرها. طبعا نفس الشيء يتكرر الآن في مقاطعتي خرسون وزاباروجيا، ولكن قصة الاستفتاء ربما هناك بعض الخلافات حول هذا الموضوع، لأن يعني عدد من المسؤولين يعتقدون بأنه لابد من إجراء هذا الاستفتاء حتى يكون وتكون الخطوة التالية شرعية تماما، فيما يقول البعض الآخر لا سيما من سكان هذه الجمهورية والمسؤولين الروس العاملين فيها يقولون إن يعني هذا الاستفتاء لا حاجة ولا داعي لإجرائه، لأن معظم دول العالم لا سيما الغربية طبعا لن تعترف به، وبالتالي يعني لا فائدة من إجراء هذا الاستفتاء. على أي حال هذه الخطوة ربما ستأتي قريبا، سواء من خلال النداء الذي سوف يتم التوجه به من باسم يعني سكان هذه الجمهورية. هو بالفعل يعني عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لزاباروجيا كما تبعنا في مقدمة هذا الحوار، أعلن أنه لا مستقبل لهذه المنطقة سوى مستقبل واحد، وهو أن تصبح جزءا من روسيا. بدي أسمع تعليق الدكتور نيكولا باستون على هذا التصريح، وهنا يعني أذهب معك أبعد من ذلك بكثير لأسألك دكتور نيكولا،
ما الذي يريده حقيقة سكان هذه المنطقة زاباروجيا وخرسون؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. تحياتي الطيبة. أولا بالنسبة لتصريحات ذلك الرجل الذي يقول أنه يمثل زاباروجيا، طبعا هو ليس شخصية مستقلة، هو متعاون وعينته الاختلال، وهو يقول ما أمر به المحتلون، وطبعا لا يمكن القول أنه يمثل شعب تلك المنطقة أو يمثل جزء من الشعب الأوكراني. من الواضح أن الناس الأوكرانيون كلهم في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا والأراضي المحتلة مؤقتا لا يريدون الانضمام إلى روسيا، لا يريدون أن يكونوا في روسيا، وبالتالي لا قيمة لقوله أبدا. نعم، وبالنسبة لهذا القرار من طرف السيد بوتين، أولا لا يوجد هناك شيء جديد مبدئيا، قد رأينا ذلك في مناطق دونيتسك ولوغانسك سابقا. وفقا للقانون لا قيمة لهذا القرار ولا نتائج شرعية لها، فقط وفقا من وجهة نظر اتفاقية جنيف مثلا هذه جريمة حرب جديدة، إجبار السكان في المناطق المحتلة على هذه الجنسية، وهذا قرار يعني تكتيكي، وطبعا ليس هذا التجنيس وليس دم زاباروجيا إلى روسيا هدفا رئيسيا، هذا هدف فرعي طبعا، ولا يزال الهدف الرئيسي هو استولاء على أراضي أوكرانيا بأسرها. بطبيعة الحال هذا الموقف قريب جدا من ما يعني صدر عن الخارجية الأمريكية، الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس كان له تصريح أكد فيه أنه خطة روسيا لمنح جوازات سفر جزء من محاولتها لإخضاع الشعب الأوكراني وفرض رغبتها بالقوة. يضيف: هذا أمر نعبر بشدة عن رفضنا له. وبالتالي سيد يفغيني سيدروف، هل يمكن لهذا القرار أن يرافقه لربما تبعات أخرى تضاف إلى سلسلة العقوبات التي فرضت على الجانب الروسي؟ قبل ما أغوص معك أكثر في أبعاد هذا القرار، لأنه البعض يرى سيد يفغيني أنه يمكن الجانب الروسي من خلاله يحاول الضغط على الجانب الأوكراني للعودة إلى طاولة المفاوضات. أنا لا أعتقد بأن مثل هذا القرار ربما سوف يدفع القادة الأوكرانيين أو حتى يجبرهم على العودة إلى طاولة المفاوضات، لأن موقف كييف من المفاوضات من الحوار أصبح أكثر تشددا إن أمكن القول، بالمقارنة مع ما كانت عليه مثلا في بداية أو أواسط شهر مارس آذار الماضي، حينما كان يبدو أو يلوح في الأفق بعض المؤشرات التي كان يمكن وصفها بأنها تقدم فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا الوقت مر بسرعة، ثم قالت روسيا إن موقف أوكرانيا يعني تغير وتراجعت كييف عن مطالبها بضغط من بعض القوى الغربية والدول الغربية، منها طبعا كان يقصد بها الولايات المتحدة، لأن روسيا ترى أن واشنطن تملي على كييف سياستها وموقفها فيما يتعلق بهذه المفاوضات. بالنسبة لتبعات هذا القرار، أنا لا أعتقد بأن هناك أي إجراءات يمكن وصفها بإجبار
سكان هذه أو هاتين المنطقتين على تجنس جنسية روسية والحصول على جوازات سفر. لا إجبار في ذلك على الإطلاق، وطبعا هناك حرية كاملة لكل من يرغب في الحصول على هذه الجنسية، فهو يمكنه أن يقوم بذلك. ولكن الأمر الآخر الذي لابد من الإشارة إليه في هذا السياق هو أن سكان مناطق غرب أوكرانيا كانوا قد حصلوا منذ زمن بعيد على جنسية لدول الجوار، أي عدد من دول أوروبا الشرقية منها هنغاريا المجر أو رومانيا أو بولندا، ولكنهم يعني لديهم خيارات، إما أن يعني يحصلوا على هذه الجنسية ويعتبرون أنفسهم مواطنين لهذه الدول، أو يتمسكون بجنسية ربما مزدوجة، لأن هناك حالات عديدة لمثل هذه الظاهرة. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك تبعات أو يعني تداعيات خطرة لمثل هذه الخطوة. فموسكو كما قلت أنا في البداية تريد أن تكون هذه الإجراءات شرعية تماما، ويعني تتطابق مع الأصول المتبعة في مثل هذه الحالات. سنعود إلى هذا الهدف في سؤالي التالي سيد يفجيني سيدروف معك، لكن دكتور نيكولا باستن استمعت إلى قراءة السيد يفجيني يؤكد أنه القرار لن يكون له تبعات خطرة، وبأنه يحق لسكان هذه المناطق اختيار الجنسية التي يريدونها، وبالتالي لا يربط القرار بمسألة المفاوضات أو مسألة عودة الجانب الأوكراني إلى طاولة المحادثات. إلى أي مدى يمكن للقرار بتقديركم أن يشكل دافعاً للجانب الأوكراني للبحث بشكل أسرع عن حلول وسط تنهي هذه الأزمة؟ نعم، أنا لا أعتقد أن هذا القرار قد يشكل ضغطاً على الحكومة الأوكرانية على الجانب الأوكراني. هذا أغلب الظن اتخذ هذا القرار من أجل التأثير يعني على الرأي العام داخل روسيا، ربما لتبرير هذه الخطوة، لإظهار نتيجة لهذه الحرب التي يسمونها بالعمليات العسكرية. كما قلت هذه الخطوة لا قيمة شرعية لها على الإطلاق. وأيضا لا أوافق مع الفكرة أن هذا قبول هذه الجنسية من قبل سكان تلك المناطق خيار حر، لأن يتم ذلك في ظل الاحتلال، وطبعا ربما لا يأتي الجنود ولا يهددون بالسلاح ويجبرون على هذه الجنسية، ولكنهم ينشئون الظروف حيث يصبح من الصعب ومن الخاطر أن يعيش شخص دون الجواز الروسي. هكذا كان في القرم بعد الاحتلال. أولا كان كثير جدا من الناس لا يريدون الجنسية الروسية والجواز الروسي، ولكن أصبحت الظروف صعبة وكانت الحياة مستحيلة بالنسبة لهم دون هذا الجواز. نفس الشيء سيحدث الآن في خرسون وفي مناطق زبروش. على ما يبدو سيد يفجيني هذا هو شكل الحل اللي تريده روسيا مع لربما إنهاء عملياتها العسكرية في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوكراني. يعني نفهم من تحليلكما الليلة أن المعركة ستنتهي كما انتهت تماما في القرم قبل أعوام. ربما هذا السيناريو وارد كذلك، ولكن الآن من الصعب التكهن بما ستؤدي إليه التطورات القادمة على الأرض،
وطبعا للمتغيرات التي تطرأ على مواقف بعض الدول التي يمكن اعتبارها لاعبين مهمين جدا في كل ما يتعلق بهذه الأزمة وبهذا الصراع الدائر الآن في أوكرانيا، لأننا نسمع في الفترة الأخيرة عدد من الأصوات التي تدعو الدول الغربية، العالم الغربي عموما، إلى ربما اتخاذ موقف أكثر اعتدالا والتخلي عن الأعداء السافر لروسيا والذي تبديه عدد من الدول الغربية. يبدو أن هناك انقساما يسود المعسكر الغربي عموما، لأننا نرى أن هناك دولا عدة، منها على سبيل المثال إيطاليا وفرنسا وحتى ألمانيا لدرجة معينة، تدعو أو تعتقد بأنه لابد من البدء بالحوار وربما الاتفاق على بعض الأمور الحساسة والمسائل الشائكة فيما يتعلق تكون منها مسألة بالأزمة حسم هذه الأوكرانية المناطق بوجه سيد عام. يفجيني، هذا ما أفهمه. نعم، تكون من هذه الأمور اللي يمكن أن تغير بعض الدول أو تبدل مواقفها تجاهها مصير هذه المنطقة ليحدد على ما يبدو الآن. ربما نعم، مصير هذه المنطقة أيضا يؤثر على مواقف هذه الدول، ولكنها عموما يعني تعبر عن مواقف جديدة، ليس حبا في عيون روسيا مثلا، وليس يعني أيضا من خلال الدعوات إلى المواجهة إلى القيادة الأوكرانية ربما لتعديل موقفها عموما مما يجري الآن، وإنما هذه الدول التي تدعو إلى الحوار والإسراع في بدء المفاوضات، هذه الدول تسترشد قبل أي شيء آخر بمصالحها الجيوسياسية والاقتصادية، لأنها تعلم أنه في حالة استمرار هذا الصراع والمزيد من التصعيد، كل هذا سوف يؤدي إلى أزمة حادة للغذاء تشمل صحيح. معظم دول العالم، وبالتالي لابد الآن من التوقف واتخاذ محاولة حاسمة لتقريب وجهات النظر وربما لدفع كل من روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن. سأعود إلى هذه النقطة بعد لحظات. دكتور نيكولا باستن، الخارجية الأوكرانية نددت بعد هذا القرار الروسي، أكدت أن خطة موسكو لتسهيل حصول الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا على الجنسية الروسية تنتهك القانون الدولي، وتضيف أنه الإصدار غير القانوني لجوازات السفر الروسية انتهاك صارخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. هل يكتفي دكتور نيكولا الجانب الأوكراني بهذا التنديد، وهل يمكن للغرب الوقوف إلى جانب أوكرانيا فيما يخص هذا القرار؟ استمعت الآن إلى مداخلة السيد يفجيني سيدروف يتحدث عن إمكانية تبدل بعض المواقف الغربية مع تقدم المعارك في الميدان. نعم، أنا لا أظن أن هذه الخطوة ستؤثر كثيرا على الاجراءات أو تصرفات الحكومة الأوكرانية. تقدمت وزارة الخارجية ب إدانة هذه الخطوة وأعلنت مرة أخرى أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها روسيا في أراضي أوكرانيا المحتلة هي تشكل انتهاك القانون الدولي، وهي يعني تنشئ إشكالا إضافيا لإجراء أي مفاوضات مع الجانب الروسي، ولكن لا أظن أن هذا الأمر سيساهم كثيرا في التطورات. تسترشد أوكرانيا أولا بالقانون الدولي وثانيا بمصالح مواطنيها والحفاظ على أرواح الأوكرانيين وخاصة المقيمين في المناطق المحتلة.
كما طيل اليوم أصبح موقف أوكرانيا في المفاوضات يعني قاطعا وصارما أكثر مقارنة بالأسابيع الأولى للحرب، وهناك دواهي مختلفة لذلك، ولكن الداعي الرئيسي هو أننا قد رأينا على مثال بوتشا وإربين وغستورميل ماذا يحدث في الأراضي المحتلة وكيف يعامل المحتلون الروس السكان وكيف يقتلون ويغتصبون و لكن دكتور نيكولا، لكل هذه الأسباب يرى البعض أنه لابد من اتفاق الجانبين على مخرج ما لإيقاف المعارك في الميدان، وبالتالي اليوم إصرار الجانب الأوكراني على المطالب الأساسية والتي باتت كما ذكرتم لنا أكثر صرامة سيؤخر بشكل أو بآخر المفاوضات المرجوة. نعم للأسف وقف النار أمر ضروري من أجل الحفاظ على أرواح الناس، ولكن مع أمر مهم جدا أن يكون قبل وقف النار أن يكون انسحاب القوات الروسية، لأن دون ذلك سيستمر القتل والتعذيب وكل هذه الأشياء المرعبة التي تحدث الآن للأسف في الأراضي المحتلة. للأسف سيد يفغيني، وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت اليوم في آخر تصريحات لها أن القوات الروسية تحرز تقدم في منطقة الدونباس، لكن تصف هذا التقدم أو هذه النجاحات بالنجاحات المؤقتة، وتشير إلى إمكانية تقديم مسارات بديلة لتزويد الوحدات الأوكرانية في هذه المرحلة في حال فقدان السيطرة على طريق مهم كما أشارت المعلومات اليوم بدونيتسك. خليني أسألك إلى أي مدى كل هذه خلينا نقول المسارات البديلة كما سميت من الجانب الأوكراني بإمكانها أن تؤخر الحسم على هذا المحور، أم أنه حقيقة سنرى الحسم قريبا؟ الحقيقة هناك تقديرات وتقييمات مختلفة لربما الحسم كما تفضلت، وربما سيحدث ذلك قريبا، ولكن يبدو أننا أمام ربما إطالة أمد هذه العملية لعدة أسباب، ربما لنوعا ما التقدم البطيء، وروسيا تعترف بذلك في الفترة الأخيرة، ولكنها ترجع أسباب ذلك إلى أمور إنسانية وتقول إن القوات الروسية لا تستهدف منشآت مدنية وهي مجبرة أو مضطرة لربما تباطؤ في هذه العملية. هذا من جهة. من جهة أخرى بطبيعة الحال هناك عوامل سياسية أيضا تؤثر على التطورات على الأرض، وأنا أعتقد بأنه لابد من أن يكون هناك دور أقوى للأمم المتحدة، المنظمات الإنسانية وغيرها، لربما دفع روسيا وأوكرانيا إلى البدء بمفاوضات، وإن كانت في البداية تحمل طبعا إنسانيا فهي مع مرور بعض الوقت يمكن أن تؤدي إلى بحث أمور أهم تتعلق بالأمور السياسية، وهي طبعا الأكثر تعقيدا فيما يتعلق بالعلاقات عموما بين روسيا وأوكرانيا. ولكن كل يوم من العملية العسكرية يأتي بضحايا جديدة وبمزيد من التصعيد، إضافة إلى تبعات اقتصادية سلبية للغاية لاستمرار هذه العملية، وبالتالي لابد من تقوية يعني دور المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة التي أبدت بعض النشاطات وساهمت في فتح الممرات الإنسانية وخروج عدد من الجرحى عبر هذه الممرات، ولكن أنا أعتقد بأن هذا الدور لم يعد يتطابق مع المهمة
التي يجب أن تؤديها الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات. دكتور نيكولا، قبل ما ينتهي وقتنا بدي أسمع تعليقكم على إعادة فتح ميناء ماريوبل. هو يعود إلى العمل اليوم بحسب التصريحات الروسية بعد 3 أشهر من القتال. كيف تلقيتم هذا الخبر وما تعليقكم عليه؟ روسيا يعني استولت على هذه الأراضي، استولت على هذا الميناء، يمكن القول سرقت هذا الميناء وتستخدمه كما تستخدم كل الأشياء التي سرقتها كثيرة. أوكرانيا تحتاج للموانئ، تحتاج لإعادة عملها من أجل تصدير المنتجات الزراعية الكثيرة التي الآن لا يمكن تصديرها، والعالم على أيضا يحتاج إليها. وحتى ميناء أوديسا مغلقة، وكل موانئ أوكرانية التي تبقى تحت سيطرة أوكرانيا مغلقة، وميناء ماريوبل يعمل ولكن ليس لصالح أوكرانيا، لصالح عدونا. شكرا جزيلا على المداخلة. أشكر ضيفي الدكتور نيكولا باستن، الأستاذ المساعد في جامعة كييف، حدثنا من كييف. والشكر موصول لضيفي من موسكو، الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، على مشاركته أيضا الليلة في هذا.